أدت قسوة البيئة وتحدياتها إلى خلق روابط وعادات اجتماعية قوية. ففي هذه المجموعة سوف ننتقل بكم إلى بعض الأدوات المستخدمة في حياة البر. الألوان والزخارف من العناصر المهمة في أزياء المرأة. هنا نجد الدراعة المصنوعة من الحرير، والربابة آلة موسيقية قديمة دخلت قطر في ستينيات القرن العشرين، كما استخدمت السلال الكبيرة في القرن التاسع عشر، وكانت تسمى أيضا شلبدان. يرتدي الصقار المنقلة لحماية يده أثناء حمله للصقر، تسمى هذه القطعة المنقلة كف الطير. وأيضا لدينا بعض أدوات زينة المرأة، وهي مضعد الشميلات، خواتم مرامي، وأخيرا زينة الأنف التي تسمى زميم بوردة، العائدة إلى القرن التاسع عشر.